كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السنوات العشر الماضية كانت مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات في كل قطاعات الدولة. وخلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، شدد الرئيس السيسي على أن الهدف هو عمل توصيف دقيق للواقع الحالي للخروج بحلول تسهم في تقدم الدولة. في دولة في ظروف مصر ما عندكش أفكار تحل بيها مسائل وتحديات الدولة. واللي انا عايز اقول لكم ان انا بعتبر ان العشر سنين اللي فاتوا دول كانوا عباره عن مرحله انتقاليه لسد الثغرات والفجوات اللي كانت موجوده في كل قطاعات الدوله. كانت ايه؟ سد الفجوات والثغرات في كل القطاعات، في قطاع التعليم، في قطاع الصحه، وبالمناسبه واحنا بنتكلم في قطاع الصحه احنا عملنا فقط 50% من البنيه الطبيه، مش كده يا دكتور؟ اللي هو اللي كنت بتتكلم في 1400 مستشفى احنا عندنا 700. مع الوضع في الاعتبار يا ترى الجهد اللي بيتم في ال 700 مستشفى كمان يعني يساوي حجم العمل اللي ممكن ال 700 مستشفى يقدموه؟ اشك، لان طبعا في اعتبارات اخرى. لكن على كل حال انا برجع للنقطه دي عشان بس منك ايه، قلت لي ان احنا بنقدم علاج في المستشفى، وانا فعشان كده قلت لك ايه، من فضلكم مش من فضلكم، انا مش جاي اسمع كلام جميل. انا مش جاي اسمع، وعمر الكلام الجميل ما هو الهدف بتاعي ولا هدفنا. الهدف بتاعنا هو ان احنا نعمل توصيف حقيقي لواقعنا عشان نخرج بحلول ممكن تساهم في تقدم الدوله ديت.